قد عنده قوة السوداني للتمرد على صناع القرار السياسي؟ انت تعرف مثلا شخص المالكي شخص مو سهل، واليوم الصراع في الحقيقة هذا نريد نسمي الأمور مسمياتها، الصراع ما بين السوداني والمالكي، هذا الصراع إذا كان حقيقي، فبين السوداني وبين المالكي، المالكي لاعب سياسة قوي، يعني هو موجود في المشهد السياسي من 2006 حكومتين أخذ، وطلع يعني الجعفري راح من المؤسسين دكتور حزب صلاح، الدعوة، العبادي استلم رئاسة دكتور صلاح. الوزراء، وكان في ظرف انتصار، بس أكمل الفكرة عفوا. نعم. كان في ظرف انتصار وايضا ما قدر يعني العبادي ما اخذ رئاسه وزراء والعالم كله واقف وياه وما قدر للمالكي زين، فمو لاعب مثلا هامشي على الجانب، فايش قد السوداني عنده القدره ان يتمرد على الاباء مالته، يعني الاباء السياسيين للسوداني، لانه من تجربه حزب الدعوه ايش قد عنده القدره انه ياخذ رئاسه الوزراء. لماذا تحالف سياسي جديد هو والخزعلي والحكيم قبل ان يشكل، ما ادري حقيقه، بس انا اعتقد هي جزء من مسرحيه جديده مو اكثر. قبل ان نذهب الى الخيارات بلغه الافتراضات او ما سينتج عن المستقبل، ما هذول الاباء المؤسسين او الساده او القاده الزعماء الرعيل الاول قضمهم السوداني عندما اصبح رئيس الوزراء ومن قبله الكاظمي، بمعنى خياراتهم للبقاء بالسلطة لم تعد متوافرة، لم تعد يبقى لهم حظوظ بهذا الشكل. الجيل الثاني بدأ يلتهم المشهد السياسي. المالكي والآباء المؤسسين طلعوا من رئاسة الوزراء بس ما طلعوا من السلطة، يعني أنت اليوم تتحدث من أنه الكاظمي حاول يتمرد على الآباء المؤسسين انتهى بالأمر خارج الحدود، واليوم ما يقدر يدخل العراق لحد هذه اللحظة. السوداني إذا راد يتمرد عن الآباء المؤسسين لهم مو في موقع رئاسة الوزراء، وأنا أعتقد أنهم في المواقع التنفيذية بعد خلاص أكسباير، ما يمكن يعودوا المواقع التنفيذية لا المالك ولا غيره، عمريا ما مسموح لهم، يعني المالك راح يدخل بالثمانين بعد إطلابة أنت ترجع لنا رئيس وزراء شنو، بس أنت يعني موجود، بس بنفس الوقت هم لاعبين أساسيين وفاعلين، يعني هو خانق اللي حكى عنه دكتور نديم واللي احنا حكينا انه موقع رئاسة الوزراء ما مسموح له انه يتقدم كل التقدم، ولا بنفس الوقت كنت تبقى تمشي الامور. طيب يعني مدير عام حكومة الاطار يسمي المحد محد واشنطن يوصف السودان انه مدير عام حكومة طيب. الاطار، فهل يا ترى هذا الانقلاب انقلاب حقيقي؟ هذا انقلاب زين، أطرافه منه خلينا نشوف أطرافه صدق يشتغلون للدولة، يعني اليوم منو الأطراف؟ أبرز الأطراف مثلا على ما يظن أنه الحكيم والخزعلي والسوداني، وهسه البعض يقول لك لا السوداني والصدر، وأنا أستبعد بصراحة أستبعد أنه الصدر يتحالف مع السودان وإن كان في طيب السياسة. خليني أرجع لك دكتور يعني كل شيء متوقع بس أستبعد.